بنسى أجانب. عايزك تكلمنا أولا عن دورك في الفيلم إيه، وعن فكرة الفيلم الرابع إن هي تعود مرة أخرى للسينما أنا بعمل شخصية اسمها شيخ مجدوب. هو الفيلم بيحكي عن طفل ربنا مديله موهبة انه يقدر يشوف الانسان او البني ادمين اللي لابسهم جن او شياطين. الشيخ ده هو اللي بيكتشف هذه الموهبة عند هذا الطفل، وبيفضل معاه من وهو طفل لحد ما بيكبر يساعده على تحمل عبء هذه الموهبة والصعاب اللي بيمر بيها ومقاومته للجن والشياطين اللي بيقابلهم طول عمره. بالنسبة بقى لنوعية أفلام الرعب والتكنيك بتاع الأفلام، يمكن الأفلام السابقة والنادرة الأفلام الرعب اللي اتعملت قبل كده ما كانش داخل فيها التكنولوجي زي دلوقتي. التكنولوجيا دلوقتي في أفلام الرعب بقت بتحمل أكثر من 80% من الفيلم. تقدر من خلال التكنولوجيا أو الكمبيوتر أو برامج معينة إنك تصمم جرافيك معين لشخصيات، لأماكن تصوير، لوكيشنز، من خلالها تقدر تعمل رعب بشكل جديد. حظ الفيلم ده ان هو اتعمل دلوقتي او كتب دلوقتي ان بقى في التكنولوجيا دي موجودة في مصر، والفيلم ده برضو فيه يمكن ميزانية كبيرة قوي منه، في راحة للجرافيك، برامج معينة، تصميم شخصيات معينة، الممثلين نفسهم هيتحولوا تحولات معينة جوه الفيلم. ده بيدي الفيلم يمكن ميزة عن بقية أفلام الرعب اللي اتعملت في مصر، انه هيبقى أقرب إلى التكنيك العالمي اللي أصبح دلوقتي شغال بيه كل أفلام الرعب. في دلوقتي فيلم بنعمله اسمه فيلم كتاوت، تأليف استاذ محمود عويس، اخراج الاستاذ بيتر ميمي. ربنا يسهل بس ان شاء الله، احنا بنحضر له وداخلين قريب جدا. فيلم الرعب عزازيل هو نوعيه خاصه وفي امكانيات عاليه جدا جدا، وفي نص جميل، نص كويس جدا. هو بيتكلم عن السحر والاعمال والأعمال السفلية والسحر، وأنا دوري دور هدى، اسمي هدى في الفيلم، أن أنا بتفق مع الشيطان، وأنا دور محورجي في الفيلم، أن أنا من بداية الفيلم الآخر وفي لغز، أن أنا بتفق مع الشيطان بأعمال سحرية وسفلية، وهو الشيطان عزازيل عاوز واحدة من الإنس عشان خاطر بيحبها، وأنا بحاول أن أنا أقدمها له، اللي هي الفنانة الجميلة حبيبتنا روان. فأنا باباها كان متجوز مامتها يعني، وبعد كده بيطلق مامتها وبيتجوزني، بيحبني وبيتجوزني، وأنا كنت في نفس الوقت بعمل أعمال سحرية وسفلية، وقدمت قربان للشيطان عشان أقدمها له. وبالأحداث بقى هتشوفوا أنا بقدمها إزاي وبعمل أعمال إيه ومن خلال الرعب والإمكانيات بتاعة الرعب إن إحنا بنقدمها للمشاهد، يعني إنه يشوف. إحنا مفتقدين نوعية الرعب طبعا، إحنا لما نيجي نشوف فيلم رعب بنلتجئ طبعا للأفلام الأجنبية. ليه إحنا ما نعملش أفلام رعب؟ ليه متجهين اتجاه واحد الأعمال اللي هي الكوميدية اللي فيها غنى ورقص؟ إحنا محتاجينها طبعا، الغنى والرقص والكوميدي ده إحنا محتاجينه في الظروف اللي بنمر بيها دلوقتي. فلازم يكون في نوعية أخرى برضو، تنوع، يعني يكون في فيلم رومانسي، فيلم تاريخي، فيلم رعب. فإحنا الحمد لله ابتدينا نغير اللون، دخلنا في الخط الرعب. يعني فيلم عزازيل ده هيبقى إن شاء الله أول فيلم رعب في مصر هنشوف فيه العفريت حقيقي. هو عزازيل ده يبقى ابن الشيطان الكبير، متصنع جرافيك، كرو كله كندي اللي عاملينه، إن شاء الله بيصمموه. يعني دوري فيه ده بنت رومانسية وفي ناس بتأذيها والعزازيل ده العفريت بيلبسها، بيحب طبعا بتمشي على الحيطة، بيخليها تاكل حشرات، بتخليها عايزة تذبح نفسها. حبها بقى الطفولي هو اللي بينقذها وبيعرفها من سلسلة هو الدولة وهي صغيرة، ما بيعرفوش بعض غير في آخر الفيلم. اوكي، فدي كانت حاجه من اللي شدتني قوي، اللي هو في قصه رومانسيه وفي رعب طبعا، وهيبقى اول حاجه في مصر نشوف العفريت طبعا. يعني نقدر نقول اول حاجه ولا كان في فكره كده مكرره زي لا في بس ما شفناش فيه الجن. يعني في افلام رعب في مصر كتير حصلت طبعا، الانس والجن والتعويذه، ولا في حاجات كتير، بس ده بقول لك دي اول حاجه في مصر هنشوف فيها العفريت نفسه. لا خالص بالعكس، لا ازاي، فيها اكشن كتير بالعكس. بس يعني مش زي مثلا افلام الرعب
لا في اكشن كتير في الفيلم، في مواضيع كتيره قوي. اصعب المواقف؟ لا احنا لسه اول يوم تصوير، لسه ما صورناش المشاهد بتاعت العفريت. اوكي عندي مشاهد قلقاني جدا، اللي هم بيقلبوا عينيا اسود فيها وعينيا حمرا فيها، الحاجات اللي همشي فيها على الحيطه، كل ده انا طبعا خايفه منه وقلقانه منه، فان شاء الله بقى ربنا يكرمني واعمله حلو. يعني انا بعمل في عزازيل مع اخراج الاستاذ رضا الاحمدي، بعمل دور جيسي. جيسي عزازيل بيركبها بس، فالمفروض اللي هو الأستاذ أيمن إسماعيل اللي هو البطل الفيلم اللي هو بيخرج منها عزازيل ده. نختلف عن التعويذة طبعا، ده قصة مختلفة، خصوصا اللي احنا عاملين ان عزازيل ده شغل جرافيكس، يعني مش حد، هو مش كاركتر ممثل هو اللي هيعمل عزازيل ده جرافيك. انا اوريدي بتفرج على افلام رعب كتير جدا، من يعني افلام الرعب دي المفضله بالنسبه لي، فاوريدي واخده فكره كويسه يعني الافلام دي. بالنسبه لدوري انا قعدت مع الاستاذ رضا الاحمدي المخرج، وكنا بنتدرب على الورق كتير يعني، بس فيلم لسه مخلصاه اسمه مفتش اثار، ده اخراج الاستاذ محمد مرزوق، انتاج جهاز السينما. اما بالنسبه للفيلم اللي انا بصوره حاليا ده اسمه 6-1، اخراج الاستاذ تامر حربي، وبطوله شبابيه انا ومراد فكري وحسن عيد. مساء الخير جميع الموجودين المشاهدين معنا، انا مهجه، نعرف نفسي. فيلم عزازيل وفيلم ابن كار وفيلم الحرب العالميه الثالثه، حاليا بنصور فيلم ابن كار وبنصور فيلم عزازيل. انا تيسير في فيلم عزازيل، بحب الشخصية جدا، هي شخصية عزازيل بيحبها جدا. عزازيل ده ابن الشيطان وبيغير عليها جدا جدا، وبيغير من اي حد يجي جنبها او يلمسها. انا طالعه في دور عزازيل، التيسير اللي عزازيل بيبقى معاها وما بيقدرش يستغنى عنها وبيحبها حب جامد جدا، فبضطر ان انا غصب عني عزازيل بيخليني اكل لحوم البشر او اي حد يلمسني من غير ما احس. والبطل معانا ان شاء الله ربنا يقويه على عزازيل ويطلعه مني ده لو قدر، بس هو ان شاء الله هيقدر يطلعه مني في دور عزازيل. وان شاء الله باذن الله هنعمل فيلم يكسر الدنيا، او الفيلم رعب بيتعمل في مصر بيحكي عن الحقيقه والخيال الاثنين مع بعض. دي حاجات انا شفتها قدام عيني وحاجات شفتها في الخيال، فان شاء الله ربنا يقدرني واعمل الاثنين مع بعض. فيلم عزازيل الدور بتاعي صعب شويه، اللي هو دور تيسير، بس هو دور صعب، دور صعب ان حد يبقى على وشه رياكشن الرعب ورياكشن الخوف ورياكشن ان هو بيعض اي حد يجي جنبه بياكل لحمه، بس انا مستسهلاه علشان انا حباه وعلشان حابه اعمل الدور ده وعلشان حابه الفيلم كامل بعيد عن الدور، ودور مستحيل ان هو يتعمل في مصر، يعني صعب اي حد يفكر في ان هو يعمل فيلم زي ده في مصر، بس ان شاء الله هينجح ويبقى فتحة خير علينا وانا مستبشرة خير. انا دوري في فيلم عزازيل شخصية اسمها مزيكا. مزيكا ده حد مستهتر جدا، شاب شرب بيصاحب بنات ولعبان ومفيش اهتمام ولا في دراسة ولا في اي حاجة، بعيد شوية عن الالتزامات، في فلوس، شاب ثري غني جدا، بيحصل معاه مواقف كتيرة في الفيلم، منهم اللي هو اوفر في الشرب شوية، فبيوصل معاه الحدث لحد ما عزازيل بيجيله البيت. عزازيل ده المفروض اللي هو الماستر سين بتاع الفيلم، بيحصل بينهم سسبنس كده، وبيتحط يعني بيوصل لمرحلة اللي هو بيموت في الآخر في الفيلم. والشخصية بقى في حاجات جوه الفيلم كده جميلة شوية، إن شاء الله نشوفها تعجب الناس. هي دي تاني تجربة ليا السينما، الأولى كانت في فيلم اسمه جرح سطحي،
ده اخراج استاذ ابرام نشأت وتاليف استاذ سامح فرج، ده نازل ان شاء الله راس السنه. ودي تاني تجربه ليا بقى، استاذ رضا الاحمدي اداني مساحه الحمد لله فيها كويسه، وانا مبسوط جدا ان انا اول مره اشتغل معاه، ويا رب باذن الله اكون عند حسن ظنه والفيلم يعجبكم ويعجب الناس كلها يا رب ان شاء الله.